السلام عليكم حبايب قلبي، رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. شو راح نسوي المقلب بيمن؟ بمقتدى. اليوم راح نسوي مقلب بمقتدى إلا انفجاري. تعالوا أنا خلينا نخابر حمودي ونقول له تعال حتى نتفق. حمودة حبيبي شلونك؟ الو حبيبي سجوني. شلونك زين؟ الحمد لله. وين انت؟ انا بالبيت. تعالي تعالي للحديقة. طيب شكو. تعالي عندي موضوع وياك حتى نصور. امر على مقتدى؟ لا 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 تجيب مقتدى، تعال وحدك وبعدين من نخلص تصوير نبلغ مقتدى. يلا اوكي جاي. يلا تعال. يلا. مثل ما شفتوا خابرنا حمودي حتى نتفق ونسوي المقلب بمن؟ نسى بمقتدى. يلا حبايب قلبي تعالوا. هذا حمودي اجى. حمودي با حبيبي، قبل شوي جيت هنا وزعت الكاميرات وخلصت خوش وضبطت مكان التحويلات حتى نسوي مقلب بمقتدى. با شنو المقلب راح افهمك علي. اول ما يجي مقتدى نحكي وياه طبيعي على فكره التصوير او هيك شيء، بعدين شنو نفرزه بالحكي انا وياك، نقول له نريد نطلع من القناه، نريد نحذف القناه، نجيب بنا ونحط منها بحي، شنو نفرزه بالحكي. حلو. هسه شريد من يمك، اريدك مثل الطلقه تروح تجيبه وتجي بدون ما تقول له على اي شيء، بس تجيب لي وتجي، تقول له تعال سجاد يقول عندنا تصوير. ماشي اوكي يلا انطلق. ها حموش قلت له قال شنو كش عندكم؟ قلت له عندنا تصوير. قال مو عسى بيت؟ قلت له لا تعال هسه نصور. قال سجاد. قال روح هسه حقكم. حلو با حمود ما طول بعد ما جاي. من يقعد ماكو اريدك ما تبين لاي شيء، لا تضحك لا تسوي لك سالفه، اريدك اختلافي 2000 درجه. هاي. خوش؟ هاي. اريد هيك اخبله اليوم اخبله، تعرف شنو اخبله؟ ماشي؟ تعال تعال فوت تعال. يا ول تعال طوب غير يجي تعال يجي خلنا نضحك عليك شوي. السلام عليكم. سلام حبيبي شلونكم؟ عاد يا علي خير شك مو تصور. احنا متفقين السبت شنو تحول اليوم شنو؟ خميس. خميس مو على حتى الايام اليوم شنو؟ خميس. في خميس اليوم اربعاء. اي هو شك مقتدى حبيبي بقى. اليوم جايك يعني خابرتك ودزيت لك حمود، اريد افتح وياك موضوع. خير يا ستار. باو علي مقتدى انا ما اريدك بالقناه. ليش تضحك؟ انا ما اريدك بالقناه. شو مسوي انا اول ما تريد؟ انا هيك ببالي ما اريدك بالقناه، اريد اطلعك من القناه، اريد ابقى بس انا وحمود بالقناه، انا ما اريدكم. ليش؟ انا ما عاجبني اخي خليكم بالقناه، وشنو ليش؟ سجلت تحكي صدق لو تشاء؟ والله احكي صدق. والله. ما ينفعك والله بدون شقة. مو ما ينفعني مقتدى، لا تنفرزني والحسين وضايج شوي ولعبان روحي، ترى ما اريدك تبقى بالقناة. اي عم مالك دخل انت بحمود، انا جاي احكي وياك اني. ليش غير اكو سبب يعني؟ انا ما اريدك مقتدى، انا كرهتك الا اقول لك هيك، انا ما اريدكم بالقناة، انا اريد اظل بس انا وحمود بالقناة. تصرفاتك مو حلوة يعني، عندك تصرفات غريبة ما اعرف ايش بيك، انا كرهتك، انا اصلا ما اريدك بالقناة، اريد بس انا وحمودي. بس عليك اكثر من مرة. شنو انت مضرب هذا مالتكم؟ شنو نصحتني؟ لا انت مقتدى انا ما اريدك بالقناه، انت ليش خليني اعيد الحكي؟ انت تصرف غلط واخريدك بس. لا لا والله خليني احكي وياك واخريدك حبيبي. ما عندي تصرف غلط وياك. دي واخريدك. اي لا ظل تضحك وتسوي هاي السوالف. نزل ايدك. ما عندي تصرف. لا دي واخريدك واخريدك واخريدك. قلت لك انا ما اريدك بالقناه يا اخي، انت شو جاي تجرجر؟ لا ظل تسوي الحكي وتثخن بالحكي. اي دي قدم مكانك. واخريدك حمود. عوف قدم مكانك. سجاد باب. الحكي مو كله لك. دو اخر ايدك يا ولد. دو اخر ايدك ما جاي سجاد باه. هذا الحكي نزل ايدك. سجل بس نرجع واحكي وياك. نزل ايدك. اي نزل ايدك سجاد. لا تخليني اضربك. لا تضربني قاعد بيتي تحترم نفسك وتسكت. خوش لو لا سجاد سجاد بالتفاهم علي. اسكت حمودي. خليني اقول لك ان شاء الله تعجبك ما تعجبك، صغير بس مو عارف. كبير زعقوق شايب تطلع من القناه رجلك فوق راسك. ما اظلم بالقناه. سجاد خلي حاكي في حكايه. هذا الحكي للجهال. انا جاي القناة اول ما بدينا قلنا القناة ما الكل. القناة ما الكل. القناة ما القناة ما لا قناة لا لا مو قناتك. القناة تعد احذف القناة والرمز ما انطي. تاكل خوت انشا. لا تتاكل خوت. لا تاكل خرا. اخريدك اخريدك. قوم اطلع قوم اطلع برا. قوم
نطلع برا قوم مش يطلع برا قوم اخر حمود بابا لا وش تريد تسوي هده هده والله هده هده ايش تريد تسوي هده هده خليك خليك تعال انت قوم تو علي مش دو اخر حمود امشي هده 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 والله شو تريد تسوي هده ايش تريد تسوي لك سمو اخر شيء يقول لي ولا تعال اطلع برا تعال تطلع برا خرب اثنين ايدي يلا 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 والعباس واكلك تعال اطلع برا وتطلع من القناه بدي اشوف خليك في القناه بعد واخر حمود هده هده والله شو تريد تسوي حمود واخر شو قال لك شو قال لي واخر حمود واخر تعاش بيك مقتدي اخرت هيك يلا قوم قوم اطلع برا قوم تعاش بيك اخرت شلون اليوم ناوي قوم اطلع برا يلا قوم سجاد بس وخر اخرت بس اطلع برا يلا يلا اطلع برا سجاد اطلع برا امشي سجاد ما اريد اطلع برا يلا يلا ما اريد اطلع برا اخرت اخر تعال اطلع برا تعال اطلع برا تعال عوف عوف تعال وخليت حمودي حمود تعال اخ وخليت منين كاف تعال برا كاف لا ابغى خليك انت ما اقدر خلي يطلع برا عوف جاي يقول لك كافي كاف استهدى بالرحمن كاف عوف ايش بيك بس اخرته استهدى بالرحمن ايش بيك بس بس كاف فحطك قوم لا فحطك لا فحطك بس اخر ايش بيك بس اخر بس سجاد استغفر الله يا الله قوم اطلع يلا مختلف بس اخر ايش بيك جاي لحظه جاي ليش تريد ليش تريد اكل اخر جاي ليش تطلع برا اخر مقلب 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 والله مقلب تعال خطيه تعال مقلب مقلب عيب مقلب تعبنا والله غير سوي فيك مقلب مقلب جيب لك جيب انت مقلب خطيه على ربع صارفي راح ما زعلت من نيابه اكل جيبها ماي ملي جيب له ماي راح جيب له ماي شجار فحطك كاف بس ولا خليته بس انت جاي شو بعد كتل ما اخيف شي نعاني جان هنا شفتوا مر المقلب وبدون اي شيء من طرف مقتدى بس الحمد لله والشكر شبعت نعالات شبعت بوكسات وكتلنا الحار ونحب نعتذر من مقتدى اليوم ضوجناه شويه وهاي بس هو كان مقلب يعني رمضان انت جيتني لا لا انت جيتني بوقت مو مال مقلب حاره الدنيا واستوى جاي من اللعبه وعد لعبه بالداعش يعني شو تريدني يعني شو اسوي لك ابا انا شبعت نعالات وشبعت بوكسات وشبعت غلط ايش تريد بعد بس انا ترى يعني مو يم الموضوع ولا منتبه عليكم يعني انتم شلون سويتوا هذا الشيء وانا اصلا ما متوقع هذا الشيء مودي وجبته انا اتوقع كله سوى الشيء اللي انت يعني انت والولد يعني انتم خاصه انتم بالقناه يعني شلون تسوون هذا الشيء يلا الحمد لله والشكر بس متنا من الحر حبايب قلبي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ووصلوا هذا المقطع 3000 لايك تدون 3000 لايك إلى اللقاء.